والسلام عليكم السي حسان. وعليكم السلام ورحمة الله. واش هاد الجديد هذا عاوتاني؟ أنا خويا العزيز اللهم سخر وبارك. أنا خويا اليوم الإخوان جبنا لكم مجموعة متنوعة من الهواتف من الحواسيب المستعملة. أنا خويا جبنا الإخوان بعد ما الفيديو الأول درنا فيه غير اقتصرنا على شركة وحدة، في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى جبنا لكم الإخوان ثلاثة ديال الشركات. كاين عندنا الأش بي وعندنا ديل وعندنا كذلك الضيف الجديد عندنا هو هذا لينوفو هذا، وعندنا كيف ما قلت لكم الاخوان جميع الاشكال وجميع الانواع كيف ما كتشوف معايا اخي زكريا. هذا عندنا كيضرب نص دوره، وهذا كذلك نص دوره، وهذا كذلك يضرب نص دوره وطاكتيل، وعندنا هذا العملاق هذا كيضرب الدوره كامله كيف ما كتشوف معايا 360. دونك كيف ما كان الاحتياجات ديالك اي استخدام كتخدم البيسي الحاسوب ديالك كاين في هاد التوليفه هادي. ولكن السي حسن، السي حسن الحجم الكبير فين هو؟ الحجم الكبير اخويا زكريا ها انت كيف ما كتشوف معايا، الناس اللي عزيز عليهم بيسي يكون عملاق كبير ها هو كيف ما كتشوف معايا. هذا الاخوان الحجم ديالو 15.6 كيف ما كتشوف معايا. الا شفنا هذا اللي قارناه مع هذا فيه 15.5. حطوا معايا هذا يا المعلم، شوف معايا وشوف معايا هذا، حطونا حسن حطونا انت هذا الابن البار ديال هذا، شوف معايا انت، شوف شوف هذا وشوف هذا. فين الناس ديال هذا وفين ديال هذا؟ بغيتي البيسي يكون صغور راه كاين هو هذا، تخدم لكم داك الشيء الرفيع. بغيتي البيسي خايف على عويناتك وبغيتي البيسي يكون كبير كتخدم به الجرافيك كتخدم به الديزاين فهو راه كاين. دونك بلا ما نطول الاخوان ندوزو ان شاء الله تعالى كل بيسي والكونفيغوراسيون ديالو والثمن ديالو. قبل هذا الشيء كامل العرض ديالنا اللي كاين في هذا الفيديو هذا بحال الفيديو السابق اللي لقى واحد الحمد لله واحد الاقبال اللي هو كبير جدا. اي حاسوب تاخذوا من عندنا في هذه التوليفه هذه عندك 5 ديال الهدايا. الهديه الاولى والكادو الاول عندك ليفريزون غراتوي فين ما كنتي في المغرب، فين ما كنتي سواء في كازا سواء في اي بلاصه كنصيفطوه لك غراتوي وما كتخلص حتى شي حاجه في ليفريزون. كاين بلايص الاخوان ليفريزون كيوصل فيهم حتى 100 درهم 80 درهم كنوصلوا غراتوي. الكادو الثاني هو انك اي حاسوب خديتي من عندنا كتستافد من 4 ديال الاشهر ديال الضمان. كيف ما كتعرفوا الاخوان الحاسوب تخدم به شهر غادي يبان لك ان راه ما فيه لا ديفو لا والو، حنا كنعطيوك 4 ديال الاشهر خدم مع راساتك جرب الديفو ديالنا. الكادو الثالث عندك كاسك خيط يعني كاسك تمزك مع راساتك ما كاينش مشكل، وعندك ليزي بلوتوث كيتمان بلوتوث سوري بلوتوث استسمح سوري بلوتوث تخدم مع راساتك مرتاح. وعندك شكاره ها هي كيف ما كتشوف معايا شكاره دير فيها البيسكي ديالك. هاد الشكاره تقريبا القيمه ديالها على الاقل واحد 120 درهم حتى 150 درهم في اللون اللي بغيتي، اللون اللي بغيتي اكل اللون اللي بغيتي ما عندكش غرام ديال المشكل. دونك نبداو بالحاسوب الاول. عندنا هذا الحاسوب هذا الاخوان الكونفيغوراسيون ديالو السميه ديالو بعدا اي لايت بوك كيف ما كتشوف معايا اي لايت بوك 820 جي 3 فيه 12.5 بوص. هذا يعني الناس اللي عزيز عليهم بيسي يكون صغير صغير في الحجم يدي بلاصه يهزو معاه ما عندوش مشكل، بيسي صغير بحال هذا. هذا الاخوان البروسيسور ديالو اي 5 6 جينيراسيون كيف ما كتشوف معايا 8256 اس اس دي. جميع الحواسيب ديالنا الاخوان اللي كاين هنا راه كلهم اس اس دي، كلهم الديسك دور اللي فيهم اس اس دي. بالنسبه للشارجور السي حسن معاهم كاملين شارجور اوريجينال كاملين كلهم معاهم شارجور اوريجينال. هنا كدي بي سي ديالك كامل مكمول ما عندكش غرام ديال المشكل، كتجي تاخذ بي سي مع انستالي فيه الويندوز ديالك تخدم مرتاح غرام ديال المشكل. هذا حسن راه في الويندوز 11 كاع. دونك الثمن ديال هذا الثمن ديالك كيبقى ب 2700 درهم الاخوان 2700 درهم، ومعاه كيف ما قلت لكم 5 ديال الهدايا. بغيتيه بوحدو راه ثمن بوحدو. دونك ندوزو للحاسوب الثاني. الناس اللي عزيز عليهم بيسي يكون تاكتيل ويكون 360 درجه يعني تطوى تخدم به بحال الطابليت ما عندكش مشكل بحال هكا تخدم مرتاح مع راسات وبحال هكا بيسي انت كيف ما كتشوف معايا بيسي سليم ديال بصح شي حاجه فخمه الاخوان. هذا شي حاجه تصدع الراس هذا البيسي هذا تاكتيل الريفيرونس ديالو اكس 360 اي لايت بوك هو هذا. بالنسبه للكونفيغوراسيون فيه كونفيغوراسيون ناضيه جدا فيه اي 5 سيزيام جينيراسيون كيف ما كتشوف معايا اي 5 الموتور المعلم اي 5 سيزيام جينيراسيون سيتيام جينيراسيون سيتيام جينيراسيون فيه 512 ديسك دور 512 اس اس دي. الناس اللي باغيين مساحه كبيره هذا فيه 512 وفيه 16 جيجا في الرام
16 جيجا في الرام. دونك هذا كيبان ليا بي سي يعني كامل مكمول تخدم به اليز جميع الاحتياجات ديالك كيخدم. باغي تقصر باغي ترسم باغي دير اي حاجه. دونك الثمن ديال هذا الاخوان كيبقى فقط كيبقى ب 4800 درهم. 4800 درهم بالنسبه للناس اللي باغين معالج اكثر من الاي 5 عندنا هذا الموديل. هذا هو حتى هو اي لايت بوك. هذا اي لايت بوك جي 5 هذا فيه انتل كور اي 7 ماشي اي 5 اي 7 8 جينيراسيون اي 7 8 جينيراسيون 16 جيجا في الرام و 512 في الديسك دور اي اس دي. شوف معايا خاي زكريا عندك هنا اي 7 اي 7 8 جينيراسيون 16 جيجا في الرام 512 اي اس دي. دونك دي كونفيغوراسيون بسيط روشيرش غيبان لك بلي راه تليفون راه بي سي مضى اي يعني غير البيت جميع الاحتياجات ديال الثمن ديال الاخوان كيبقى فقط ب 5300 درهم. 5300 درهم ندوزو للحاسوب ديالنا العملاق. الناس اللي باغيين بي سي يكون كبير هو هذا الاخوان. هذا اول مره غنبريزونطيوه لكم. الريفيرونس ديال الاخوان هو هذا اي لايت بوك 850 جي 3 اي لايت بوك جي 3 850 فيه 16.5 بوص 15.6 اي 5 سيديم جينيراسيون 8256. بالنسبه للثمن ديال الاخوان هو وخمسه ديال الهدايا كيبقى 3250 3250 اربعه اشهر ديال الضمان. دونك ندوزو الشركات الاخرين. عندنا العشاق ديال تينك باد ديال لينوفو. عندنا تينك باد هذا الريفيرونس ديالو هو هذا خي زكريا اللي بغى يبحث عليه ال 460 تينك باد ال 460 وهذا بي سي داكشي الرفيع دوبل باتري في جوج ديال الباتريات يعني دي ليك لي طون مزيان. هذا فيه اي 5 سيزيام جينيراسيون 880 اس اس دي. الشارجور ديال هذا اللي كيجي معاه فيه 65 واط. الثمن ديالو كيبقى فقط 2700 درهم 2700 درهم ومعاه خمسه ديال الهدايا اربع شهور كارانتي ليفريزون غراتوي واللعيبات الاخرين اللي وريتكم. هنا عندنا الناس اللي عزيز عليهم ديل الناس اللي عزيز عليهم شركه ديل لي فان ديال ديل. عندنا هذا الموديل هذا حتى هو كيتطوى بحال هكا 180 درجه بي سي من الجوده الرفيعه بعنا فيه ماشي القليل ناضي الصراحه. عندنا اي 5 سيزيام جينيراسيون 8256 الثمن ديالو 3050 درهم 3050 درهم بخمسه ديال لي كادو. واخيرا عندنا هاد الديل هذا طاكتيل. الناس اللي عزيز عليهم طاكتيل ها هو هذا راه طاكتيل الاخوان حتى هو كيطوى بحال هكا كما كتشوف معايا اي 5 7 جينيراسيون طاكتيل 8256 كيبقى ب 3200 درهم 3200 درهم. دونك كيف ما شفتوا الاخوان حاولنا ان نوفر لكم جميع يعني جميع لي غام وجميع عندك 2700 درهم تاخذ بي سي عندك 5300 درهم تاخذ بي سي. اللي خصو شي حاجه تواصل معنا الاخوان في الصفحه لا ليفريزون كنديروها غراتويتمون المغرب كامل. تحيه لكم تبارك الله عليكم.